شكرا عبد الله. أعلن القضاء الإسباني اعتماد غرامة مالية قدرها 252 ألف يورو بدل عقوبة سجن نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي ل 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي. كانت النيابة العامة في برشلونة أعلنت في 23 من حزيران يونيو أنها لا تعارض اعتماد العقوبة المالية بدلا من عقوبة سجن ميسي مع وقف التنفيذ، لتنضاف الغرامة إلى تلك المفروضة عليه سابقا. واعتبرت المحكمة أنه قد تم إثبات تورط ميسي ووالده في إنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا والأوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية بذلك. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف مدرب المكسيك خوان كارلوس أوسوريو 6 مباريات. وقال الفيفا في بيان له إنه اتخذ القرار بناء على توصية من لجنة الانضباط، حيث قام المدرب أوسوريو بإهانة الطاقم التحكيمي إضافة إلى إظهار سلوك عدائي في مباراة المنتخبين المكسيكي والبرتغالي لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس القارات، وهو ما استدعى فرض عقوبة الإيقاف ل6 مباريات رسمية على المدرب مع غرامة مالية.